موضوع البعض ممكن يقول يعني ممكن يطلعنا عن موضوع الشباب، لا هو في صميم قضايا الشباب في الجلسة الافتتاحية. حتى لو شفتوا الشاب اليمني الذي تحدث عن مأساة بلاده، اليمن الذي كان سعيدا أصبح تعيسا. يعني دعوني أتحدث عن اليمن السعيد، هكذا بدأ وقال أصدمكم بأن اليمن ليس سعيدا، لم يعد سعيدا أصبح تعيسا. كمان شفنا الشاب السوري اللي اتكلم عن مأساة بلادي، الشاب العراقي، الفتاة العراقية الإزدية يعني اللي اتكلمت كمان عن مأساة بلادها. يعني البعض هنا اعتبر انه ربما في حديث عن ان في دول تمزقت وانقسمت واشتعلت فيها الفتنة. طيب الشباب هو الذي صنع ثورات الربيع العربي، هكذا سمية القضية في غاية الأهمية لأن الشباب كمان بيناقشها. طيب هل أولا هشوف الشباب بيتعامل معاها إزاي، وهبدأ لأن أنت عندك موقف يعين شوية من سوريا. نعم. وهنتناقش يعني أنت احتجيتي على ثورات الربيع العربي. نعم. وقلتي إنها ثورات خريف عربي وإنها كمان هي ليست الشباب ودهست أصلاً الشباب. أنا بالنسبة لي. ليه؟ هي ليست ثورات اصلا بالنسبه لي. بكل الدول العربيه اللي صار فيها هذا اذا فينا نسميه حراك سياسي، ما ادت النتائج الى ايجابيات. يعني في عندنا بعض التجارب الناجحه اللي ادت لايجابيات، لكن بالمجمل بالعموم كانت تجارب غير جيدة. هلأ بالنسبة للتجربة السورية هي مختلفة عن كل التجارب اللي تمت بالدول العربية الباقية. اليوم اللي صار بسوريا ثبات الحكم لمدة 7 سنين بوجه ما يمكن تسميته حرب كونية ودولية. يمكن في كتير أشخاص بيقولوا أنه هيدا المصطلح حرب كونية ودولية هيدا مصطلح أعلامي ونحن دايما مع نظرية المؤامرة، لكن اليوم بعد 7 سنين الحقائق اللي عم تتوضح، الحركة السياسية بالعالم، التصريحات من قادة الدول يلي شاركوا بسفك الدماء السورية، واللي بهذا الأسبوع هيك كتير عم نسمع تصريحات وأخبار وكتير في كشف أسرار، بيأكد النظرية أنه التجربة السورية هي غير، هي بالفعل مؤامرة لحتى نسقط هاي الدولة. لكن أنا عندي أمل كتير كبير أنه يلي صبر 7 سنين بيقدر يرجع يبني ثورة حقيقية، ثورة ضد الإرهاب، ثورة ضد الفساد، ثورة ضد القتل والموت والدمار، ثورة باتجاه الحياة وباتجاه مستقبل أفضل. أسامة بتشوف ثورات الربيع العربي ثورات ولا زي ما بتقول رين هنا إنها مؤامرات؟ لا أنا ما نظرية المؤامرة يعني بتعمل لي حساسية بصراحة، لأنه المؤامرة يعني ما حدا عم يتآمر عليك، أنت بتفرش السجادة الحمراء للمؤامرات والمتآمرين بجهلك وغبائك أحيانا. أنا بشوف الثورات العربية هي ربيع حقيقي كان بهذه الصورة. أنا مؤمن جدا بقيم، يعني مثلا بمصر عيش حرية عدالة اجتماعية، هذا اللي طلعوا الشباب والشياب مع بعض يطلبوا فيه، ولا يمكن في يوم من الأيام يكون مؤامرة. الروح الشعبية المصرية اللي كلنا شفناها بميدان التحرير ستدرس. بس هي بقيت هيك؟ بقيت عايش حرية؟ لا ما بقيت. ليش ما بقيت؟ هذا شيء ثاني. ليش ما بقيت؟ هذا شيء ثاني. سوريا ليش ما بقيت؟ شيء ثاني. تونس ليش كانت مش على قد ما هم بدهم من تونسيين؟ هذا كلام ثاني. ولكن الحالة اللي طلعت حالة رائعة. لما أنت الشعب العربي الذي يوصف بأنه عالم ثالث ومتخلف واوا يطلع يقول بدي ديمقراطية، بدي أنا الشعب يحكم. بس رين مثلا بتقول لك ما الذي آلت إليه الأمور في بلادي باسم الثورة؟ العبرة بالخواتيم يا أسامة، العبرة بالخواتيم. ولكن لازم ندرس الأسباب دراسة موضوعية. يمكن يعني ينقسم لسببين أساسيين. أولا وعي الناس، وعي الشعب. صح. كان فيه كتير مشكلة. أكيد لا. لما يقوم يطالب بالحرية وهو ببيته قمعي لزوجته مثلاً، فأكيد في عندنا مشكلة. هاي مشكلة كبيرة. فأنت كيف حرية بالبيت وبالشارع بكل مكان؟ هذا كان فيه مشكلة. إضافة مثل ما ذكرت إنه في دول تآمرت فعلاً على هدول على الشعوب، لأنه ببساطة لما شعب ينال اللي بده إياه ويكون الحكم ديمقراطي حيمشي اللي بده إياه الشعب حصراً. مش اللي بده اياها الدول. هي بتقول الاشياء تقاس بنتائجها، هي شايفه ان النتائج
أدت إلى تدمير بلادها باسم الثورة. لا شك. طبعاً أكيد اليوم. لأسباب حكيت إنه هي بدها دراسة، منها وعي الشعب، ومنها مثل ما ذكرت هي بلسانها إنه هاي الدول العظمى ما أرادت. يعني كويس الشباب بيختلفوا، شايفها مؤامرات وليست ثورات، وشايفها ثورات، شايفها ربيع. أنا زعلان على المقالات. خريف وشايفها ربيع. طبعاً لا أنكر إنه اليوم أكيد في أسباب مسببات، في وعي مجتمعي، في أشخاص هن كانوا مضللين، في ما بعرف، في عقلية أكيد سمحت لأنه هل الفساد وهل دماء تتغلغل ضمن مستوى الشعوب. لكن أنا برأيي بالفعل العبرة بالخواتيم. اليوم وين انقادت ما يسمى الثورة السورية؟ اثنين منهم امبارح تم حبسهم بالسعودية بتهم فساد مالي وإداري. الآخرين هن اليوم بأهم الفنادق العالمية مهتمين بشؤونهم الشخصية، كانوا باحثين عن مناصب. البقاء دائما للحق ولا يضيع حق وراءه مطالب، والعبرة بالخواتيم. صفاء، علشان تونس جزء من هذا الحديث، يعني بالضبط عندكم في تونس مناقشات متعلقة بذلك. أحيانا البعض يقول والله هي كانت ثورات ولا مؤامرات، هي ربيع ولا خريف. هل بتتفق مع رينيا بتقول ما قالت إلي الأمور في بلادي تدمير وباسم الثورات الشبابية وفي النهاية أدت إلى هذا التدمير؟ هل في تونس بتناقشوا ده؟ أكيد بنناقش كل يوم، لكن إحنا صحيح اللي صار في تونس وبلدان عربية ما كانش بنتائج كويسة أو حلوة، صح، هذا صح. لكن السؤال هل إنه لو أنا أعرف إنه ربيتي راح ينخرب أنا راح قوم بنيتي إنه أعمل نعمل الخطوة هذه؟ I don't think so. ما فكرت في التدمير اللي عم بحكي عنه. بعدين إحنا مرحلة هنا تدخل حاجات ثانية، اللي مثلاً اللعب على الكراسي، واللي هي حكيت سياسة فهمش كتير في السياسة، بس هي اللعب على الكراسي اللي خلى الدول يعني تدمر حتى معنوياً ومادياً. اللعب على الكراسي، الطمع في المناصب، هذا خاصة هذا اللي صار، وهذا اللي خلى يعني الدماء تصفى كأنه إحنا شيء جديد عنا. يعني دماء، أنا أول مرة شفت دبابة في حياتي لما صارت الثورة، يعني شيء جديد إحنا التوانسة مش متعودين عليه، وكان حتى المنظر فقط بشع، ولسه إحنا يعني بناخذ نتائج جديدة وإحنا نتحملوها. هو صح غلط، وفي حاجة ثانية إنه كتير ناس بتلومنا بتقولوا أنتوا التوانسة ابتديتوا، يعني الغلطة منكم. طيب ما قالكم حد بتبعونا؟ يعني إحنا ابتديتوا، إحنا يعني نتحمل المسؤولية. مين ضربك على يدك؟ يعني هذا بيثبت إنه في كل دولة يعني في كبت، نوع من الكبت وسرع، ويعني حركة الشرارة، يعني صار شراسيح بعد راحت في طريق غلط، لأنه نأكد هو الكراسي فقط. وهذا الموضوع يعني بيوترني صراحة. جون عندك تعليق وبعدها سأل. طبعا عندي تعليق. هو أكيد في البداية كان ربيع عربي 100%. أنا ممكن أتكلم من منظور مصر، يعني طبعا عدالة اجتماعية، عدالة حرية، عدالة عيش، حرية، عدالة اجتماعية، ده كان طبعا تقريبا الموتو بتاع الثورة بتاعتنا، واللي هو طبعا الناس دي خرجت بتطالب بحقها وبتطالب بديمقراطية. دي ثورة يعني تدرس حقيقي. الناس كتير استشهدت، وطبعا مش ممكن نقول ان هي كانت مش ثورة او حاجة، علشان الناس ديت استشهدت، فيعني ده حقهم، يعني وهم كانوا خارجين علشان هدف حقيقي وبيطالبوا بحاجة حقيقية وحقهم، تمام. لكن احنا ممكن نقول بدأت تبقى خريف علشان احنا يعني ما كملناش صح. يعني احنا لو كانت البداية كانت صح 100%، النهاية كانت برضو صح 100%، كان ممكن حصل تغيير كبير، لان في ناس كتير استشهدت، فالناس دي حقها يعني ان احنا نكمل ونجيب، يعني نكمل بقى علشان تبقى الموضوع افضل بكتير. لكن لا، اللي حصل ان هم ما كملوش صح، وبدأ طبعا يكون في اماكن يدخل منها موضوع المؤامرات، او موضوع طبعا ان التطرف. في ناس التطرف برضو، فده كان سبب من الاسباب ان الثوره ما نجحتش وبدات ربيع وانتهت فعلا بخريف. طيب تيري بتهتم بهذه القضايا، لان بالتاكيد الشباب كان يتوقع بعد ما سمي بثورات الربيع العربي انه يبتدي يحصد المكاسب ويحقق الغنائم، يعني ويقول يعني بالتاكيد الوضع هيتغير، وهي قضيه بتهم الشباب، لانه كمان الشباب هو المتهم بانه يعني صنع هذه الثورات، ده من قبل الذين يرفضونها. يعني هل شايف انه ثورات الربيع العربي هي ربيع بالفعل، ولا بتتفقي مع رينا على انها مؤامره؟ انا ما كثير متابعه اخبار الثورات الربيع العربي، بس حسب معرفتي القليله بالموضوع أنا بقول ما بيركب حرب بمطرح إلا ما بيكون في مشكلة،
يعني هذا تحليلي الشخصي ورأيي الشخصي. انت مثلا عانيت انتم من جيل ما بعد الحرب الأهلية اللبنانية واللي ما زال يعاني من أثارها. يعني مثلا انا بدي اقول انه بسوريا مزبوط وضعهم كان كتير منيح وبلش يصير في عندك المشاكل والحرب، بس انا كنت بتخيل مع كل احترامي للكل رئيس الجمهورية كتير منيح ومقدم كتير قصص للشعب، نحن بنعرف، بس انه في كان مشكلة لحتى صار في ناس بدها تغير النظام. لو ما في مشكلة ما كان صار في حرب. انا هيك بقول المشكلة عندها بيكون كتير أوجه وكتير قصص. يعني أوقات مشكلة مثلا ببلد بتكون ما في فرص عمل، مشكلة ببلد تاني ما في تداول سلطة. مثلا نحن صرنا 2010 و12 و13 هلأ في انفتاح، والانفتاح لدرجة كتير كبير. يعني أنا هلأ قاعدة بمصر في افتح على تليفون هالقد 10 سنتي بقدر افتح اعرف ببيت رفيقتي بالمانيا شو عم تعمل بهالتكي. طب هيدا الانفتاح بده يواجهه تغيرات، لانه ما معقول تغير العالم. يعني تقدم صار كتير كبير، بده يتغير حتى منظوم الحكم. ما معقول الحكم يكون بعده كتير طبيعي مثل ما كان ايامات زمان. فانا بقول على هيدا الاساس يعني ليه ما نحن منكون شوي منشوف الامور من غير منظار، انه ليه بدها تركب قصص، ليه بدها تركب حروبات بمطرح اذا كان في هالقد رخاء. لا منه صح، مع العلم انه كمان في لعبات دوليه بتستفيد، بتلاقي في غلطه مكان ما، بتلاقي في قصص عم تركب بتحشي قصصها وبتولع الدنيا. انا ما اختلفت، انما انه اكيد صار غلط. يعني مين مبسوط انه نحن كلبنان يعني كثير زعلانين على الشيء عم يصير بسوريا، ونحن تضررنا كثير. يعني كمان ما بقول لك لا، نحن جيران، نحن اكثر بلد اخذ لاجئين، وانا شخصيا ما فيني اقول لك شو بشوف باللاجئين قد ايه نحن وضعهم كثير عاطل حرام. يعني هو ناس بالنهايه، يعني ما بعرف لازم انا بالنسبه لي ويني الامم المتحده تحط حد، يعني كيف بيسمحوا لهيك مجزرة تبقى لسبع سنين؟ أنا مني سورية وأنا عم بقلك أنا كلبنانية، مع أنه انتبه أنا يمكن مع أنه ليه ما بنعمل تداول سلطة، مع كل احترام وبعرف قديم قدم للشعب السوري رئيس جمهورية وقديم عمل لهم رخاء، بس ما بيصير هيك مجزرة، ما بيصير هيك. يعني اللي صار مع سوريا، اللي صار مع سوريا وشعب السوري هيدا كتير مثل متاجر. الشاب اليمني الشاب اليمني هو يتحدث يعني عن بلاده بشكل مؤلم. وين ايضا اليمن مؤلم تحدي من ما حدا اشتغل، ما حدا وقف مجازر مش طبيعية. لا لا أنا فينا هون نقول في قباحة بالموضوع وفي تقصير وهيك، بس كمان لازم نحن نعمل نكون عدلين بالأناليز تبعنا. يعني انه ما فينا كمان نحن نكون كثير انه خلص لتاني ميل. هي قصتي انا يعني لازم يصير في تغيير. بس انه لما نحكي اليوم تري عن تقصير بدور الامم المتحده، هي نوع من انواع اي ثينك الاجندات الكبيرة اللي هي من المكتوبه اللي هي جزء من بس مش مقبول. يعني هودي